طيب البرودكتس اللي بتحرق دهون اللي بتنباع بالصيدليات وبتنباع من طريق شركات المكملات الغذائية اللي هي بسموا عنها حارق الدهون، هذا شو بيعمل؟ هذا بيعتمد فيه كافيين عالي، نسبة كافيين منيحة، بترفع لك دقات القلب وبترفع درجة حرارة الجسم شوي. هلا من الأشياء تبعته إنه بيخليك تطلع شوي من المي، إذا جسمك محبس شوية مي بتنزل هاي المي، بس بدك تعرف إنه لما بتنزل هاي المي تنزل معاها كل المي اللي بالجسم، يعني رح تلاقي إنه بشرتك صارت ناشفة، رح تلاقي إذا إنه الجوينتس تبعتك ممكن تبلش هيك فيها خشونة خفيفة، فلازم ينشرب معاها مي كتير. هل بنصح فيها؟ ما بنصح فيها، بس ممكن تنفع لفترة كتير قصيرة بموضوع البلاسيبو، يعني هي إذا أنت فعليا ماشي على دايت وماسك وعمالك بتاخد هاي ممكن إنها تساعدك إنه تنزل لك كيلو 2 كيلو مي، وبتاخد بس يعني لمدة شهر أو أقل وبتوقفها. الناس اللي بتركن عليها وبتاخدها لأنه بخبص بالأكل، يعني هذا أسوأ إشي ممكن أنت تعمله.